مساء الخير يا جماعة. واضح ان احنا دخلنا الى منطقة الفشر وبدأنا في الفشر الرسمي. احنا داخلين لمنطقة كده، اربط الحزام كده واستعد عشان انت هتسمع اخبار جامدة جدا. مثلا خد عندك مثلا النهاردة كيلو اللوبيا بيقولوا امبارح ب100 جنيه في مصر، خلاص اوكي. فيطلع النهاردة خبر يقولك ان هيئة الطاقة الذرية المصرية استطاعت بالتعاون مع جامعة المنيا انتاج نوع معين من اللوبيا. اللوبيا اوكي، تخش انت بقى وتعمل زي حالاتي كده وتقل عقلك وتخش على موقع هيئة الطاقة الذرية عشان تدور على المشروع ده، ما تلاقيش عنه خبر خالص نهائي. بص يا معلم، انت انا قلب الموقع عندك وممكن احط لك اللينك بتاعه، ما فيش اي حاجة عن الموضوع ده. فتعرف ان هو ايه يعني، احنا اللوبيا غلت. طب اذا كان اللوبيا بتعملوا فيها ابحاث زي كده، ما تعملوا على البصل ووفروا للناس ورخصوه، اعملوا على الرز. اشمعنى اللوبيا يعني؟ بس هو تكنولوبيا. مثلا خبر تاني تلاقي فشرة تانية بتقول لك هلا السعيد ان احنا الاقتصاد المصري هيوصل لمرحلة 4% في النمو، هنحقق معدل نمو 4% في سنة 24. سنة 24 اللي مطلوب فيها لينا احنا ان احنا ندفع مليارات فيها. سنة 24 اللي كمان شهرين دي هنبقى النمو، هنحقق معدل نمو 4%. ده انت بتقعد سنين تعمل الحكاية دي، بس مش مهم. المهم افشر على الناس واديها اخبار كده تطمنها على ان الذكر عبد الفتاح السيسي هيجي بقى ويجيب معاه الخير. خلاص الخبر ده الحقيقه فكرني ببعد هزيمه 67، بعد هزيمه 1967 يعني في ديسمبر 67 في الحاجات دي. يعني الاهرام نشر خبر غريب جدا عجيب قوي ان مصر ادخلت العقل الالكتروني. اه والله العظيم، اهو الخبر قدامك اهو، ادخال العقل الالكتروني لاول مره في الجمهوريه العربيه. الكلام ده كان اهو عندك اهو 25/12/67، ادخال العقل الالكتروني لاول مره في الجمهوريه في توفير البيانات الدوائيه. وقال لك العقل يقرا 800 بطاقه و64 الف رقم في الدقيقه ويختزن البيانات في ذاكره الاستعانه بها. التاريخ فوق اهو يا جماعه، التاريخ فوق الاهرام 5/5/12/67 تاريخ اهو فوق، اهو فوق كلمه الدوائيه 67. العقل الالكتروني او الكمبيوتر يعني. الكمبيوتر ما دخلش مصر غير يعني يعني بدايه التسعينات، يعني في المنتصف التسعينات. ما شفناش ادخال بيانات والتعامل مع الكمبيوتر غير على يد احمد نظيف بالامانه يعني. فشوف من شهر ديسمبر 67 بيقول لك دخلنا العقل الالكتروني، دخلنا. الفشل ده بقى بيجي في ايام النكبات. ففي نكبه جايه على مصر اسمها السيسي عايز يجدد. ففي النكبه دي بقى انت هتسمع فشل ابن كلب هيصور لك ان احنا والصين ماشيين مع بعض سوا كده في الصناعه، واحنا واليابان في التكنولوجيا ماشيين كده، واحنا والالمانيا ماشيين مع بعض كده اهو، كده اهو كده كده في الصناعات الحربيه الثقيله. بس يا جماعه استعد عزيز المواطن المصري، استعد، انت دخلت منطقه الفشل.